هل هناك حياة خارج الأرض؟ سؤال لم يغب عن أذهان البشر منذ قديم الحضارات. بدأت رحلة البحث عن كائنات أخرى منذ أطلقت روسيا أول قمر صناعي في سنة 1957 ليدور حول الأرض. وفي السبعينيات ومع الوصول إلى المريخ أصبح التساؤل أكثر إلحاحاً، لكننا لم نجد جواباً شافياً حتى الآن. ممكن برا المجرة، أو ممكن كواكب تانية لسه ما وصلناهاش. ممكن يعني إنه ممكن وممكن لا. ممكن ليش لا أؤمن بوجود كائنات فضائية برا الأرض؟ لو أنا كان فضائي ما راح أجي يعني الأرض الصراحة. الأرض على الرغم من زخم الحياة فيها ليست سوى ذرة تراب في فضاء شاسع لا نهائي. في هذا الفضاء مجرات عديدة وكواكب تبعد عن نجمها نفس المسافة التي تبعدها الأرض عن الشمس، ونحن نعرف الآن أن هناك كواكب كثيرة لديها الظروف المؤهلة للحياة مثل الأرض، ولكن هذه الكواكب بعيدة جدا. عندما نتحدث عن أقرب نجم يبعد 4 سنوات ضوئية، أي الضوء بسرعته يحتاج إلى 4 سنين إلى أن يصل لنا. فنحن نتحدث عن فضاء رحب، أن نتواصل مع كائنات عند نجوم أخرى، فهذا إذا وصلنا شيء يصلنا الضوء فقط. ولكن على الرغم من ذلك هناك الآلاف من الإدعاءات المسجلة برؤية أجسام غير مفسرة. It was traveling very fast and very erratically, and we couldn't anticipate which way it was going to turn or how couldn't understand how it was maneuvering the way that it was or the propulsion system. أكدت وزارة الدفاع الأمريكية صحة مقطع الفيديو الذي التقطته أليكس، كما أصدرت عشرات من المقاطع المشابهة كانت تحتفظ بها بشكل سري من قبل، والآن يقوم الكونغرس الأمريكي بمناقشة الأمر. Unidentified aerial phenomena are a potential national security threat and they need to be treated that way. ولكن إذا كان هناك فضائيون فماذا يريدون منا؟ في عام 1977 تلقى العلماء إشارة غريبة من مكان مجهول في الفضاء. لم يتم تفسير الإشارة التي سميت بإشارة واو حتى الآن، ولكن اعتقد الكثير من العلماء أنها قد تكون رسالة من كائنات أخرى، مما دفع إلى ضخ الملايين لبناء تلسكوبات ترسل إشارات وتنتظر أخرى من الفضاء البعيد. So if you can imagine this whole area is 2 football pitches side by side. So signals come down from space, they hit this mirror and they're reflected across the other side of the site to this parabolic reflector which focuses or concentrates the signal back into this feed hole. الآن نشهد تطوراً علمياً وتكنولوجياً سريعاً لم نرى مثله من قبل، ويتوقع العلماء أن العشر سنواتنا القادمة ستشهد أكبر اكتشافات في مجال الفضاء، وربما تجيب عن ندائنا إلى حياة غير حياتنا.